مركز سعادة الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، سعادة الأستاذ الدكتور محمد علي زنهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سأحاول قدر الإمكان أن ألتزم بالوقت أو أخذ أقل مما كتب لي. أقول وبالله التوفيق، عنوان البحث هو دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من المخاطر البيئية. ملوش لزوم، مش لازم عشان ما ناخد وقت كتير، مش من الباوربوينت. نعم نقول وبالله التوفيق، هناك قواعد وأسس وسأختصر قدر الإمكان للحماية الدولية للبيئة. فالحماية الدولية للبيئة الطبيعية واجب، بل هو من أهم الواجبات، ولا بد من أسس تؤطر لذلك لتلك الواجبات. ومنها واحد، أن الاعتداء على البيئة اعتداء على التراث المشترك، إذ أن البيئة تتضمن بعض العناصر العامة أو ذات الملكية الشائعة كالهواء والماء، ولا يمكن لأحد أن يتملك هذه العناصر لأنها مملوكة للجميع. الأمر الثاني هو أن الاعتداء على البيئة يعد فساداً في الأرض، فالاعتداء على البيئة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية يعد من الإفساد المنهي عنه شرعاً، ويؤكد ذلك القرآن وفي البحث الآيات التي تؤكد ذلك. ثلاثة، الاعتداء على البيئة يحول دون أداء وظائفها على النحو المطلوب، وذلك لأن البيئة للبيئة وظائف متعددة، لعل من أهمها أنها مجال كبير لنظر الإنسان إليها وتأمله فيها وإعمال فكره من خلالها. رابعاً، الاعتداء على البيئة يحول دون تمتع الآخرين بها، وذلك لأن الاعتداء على البيئة بتلويثها أو استنزاف مواردها أو الإسراف والتبذير الممقوت فيها يقود إلى نوع أو حالة من الانتحار الجماعي وقتل النفس بغير حق. ننتقل إلى موضوع مؤسسات المجتمع المدني ودورها الهام في الحد من المخاطر البيئية، حيث أن عملية المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من مخاطرها من أهم الأمور التي يجب على المسؤولين والعاملين في المؤسسات الرسمية والمدنية، بل على الأفراد والجماعات وكل شرائح المجتمع أخذها بعين الاعتبار. وحداثة الجهود أو الجهود الدولية تعتبر حديثة في مواجهة مشكلات البيئة، حيث تم وضع بعض الأسس والقوانين بدأت في عام 1814 وهي معاهدة باريس. تلت ذلك الكثير من المعاهدات، ولكن بعد استفحال هذه المخاطر في هذه الأيام بدأت الكثير من المؤتمرات والدراسات التي تعمل على الحد من المخاطر البيئية. ولحل هذه المشكلة لابد من اتباع التالي من خلال عمل الهيئات والمنظمات والدول. أولاً، ضرورة الاهتمام بالاستثمارات لحل هذه المشكلة في علاج المخلفات بأنواعها ودراسة الآثار الاقتصادية لعمليات إعادة الاستخدام. كثير من الأمور التي أتحدث فيها تحدث فيها من قبلي، فأختصر قدر الإمكان. ثانياً، العمل للقضاء على المقالب المفتوحة، مقالب القمامة. ثالثاً، إنشاء هيئات متخصصة للتعامل مع القمامة من الجمع والنقل، وإنشاء إدارة مركزية تشرف على متابعة هذا الموضوع.
رابعاً التوسع في إنتاج أكياس القمامة صديقة البيئة كما هو في أوروبا الآن. خامساً حث الناس على الإقلاع عن التدخين لما له من أضرار كثيرة وكبيرة على الصحة وعلى البيئة. كذلك فإن هناك من المؤسسات الدينية، هناك دور كبير للمؤسسات الدينية في التوعية البيئية، حيث تبنى الأجيال وتصنع، حيث تبني الأجيال وتصنع الرجال وتعدهم خير إعداد، فهي التي تدعو الإنسان إلى الالتزام بالضوابط الدينية التي تنهى عن الضرر والإضرار. ومن تلك الحلول أوصي بأن يتم تنمية الوعي البيئي وإيجاد حلول للمشكلات البيئية والحث على عدم إقامة مشكلات بيئية جديدة. ثانياً، وقاية المجتمعات البشرية من التأثيرات الضارة لبعض عوامل البيئة ووقاية البيئة من التلوث الناتج عن النشاط الإنساني الضار. ثالثاً، تخصيص حصص وبرامج في المدارس لتنشئة الطلاب على حب الحفاظ على البيئة والتنبيه بالأضرار التي سوف يعانون منها في المستقبل. رابعاً، مواصلة الحملات الهادفة للاقتصاد في استغلال الماء وتقنين استخدامه. خامساً، العمل على الحد من أسباب تلوث الهواء بكثرة استخدام الفحم وحرائق الغابات وحرق المخلفات وما إلى ذلك. سادساً وأخيراً، تشجيع استخدام الطاقة النظيفة. وختاماً، إن البيئة هي الموئل الذي يعيش فيه الإنسان، فهي تشمل الأرض التي يحيا عليها والهواء الذي يستنشق والماء الذي يشرب، كما تشمل كل ما على الأرض من الأحياء من نباتات وحيوانات وطيور وأسماك. وقد خلق الله الكون متوازناً متكاملاً لا قصور فيها ولا نقص، بقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.